مرحبا. أهلاً هلا أخذت من عندك من ربع ساعة هيدا الديودوران. طلعت ما بعرف شو بها مش ماشي. شو مش ماشي؟ يعني ما عم ترش؟ مش هيك بس شكلها منزوعة أو شي، بدي اضطر ردها. خلصت من أول رشة. كيف أول رشة؟ والله من أول رشة خلصت ما بعرف شو. بلكي حدا من الأولاد عندك بالبيت أو حدا من هيك بدش شو. شو عم كذب عليك أنا؟ لا قصدي هيك بس إنه بلكي إنه ما بعرف أول رشة؟ أول رشة فضيت ما بعرف بتكون منزوعة أو شي ما بعرف. جميل بس حتى إيه؟ رشة وحدة قلتي لي فضيت؟ طيب شو بدك تديلك مصاري؟ لا بدي وحدة بدالة. آه بدالة تكرم عيني. وهي تفضلي هي بدالة. مرسي. تكرمي. والله فاضي. غريبة. مرحبا. اهلا هلا من 5 دقايق كنت عندك بدلت الديدرون بوحدة ثانية. نفس الشيء عم تخلص من اول رشة، شو بهن هدول؟ ما معقول من اول رشة. عفوا انا كذابة يعني كمل 5000؟ ما قصدي هيك بس انه ما في شيء غريب. كيف من اول رشة؟ شو الغريب حبيبي؟ من اول رشة ديدروناتك بضاعتك مفسودة مدري شو بها، تخلص من اول رشة شو بيكون خصني انا؟ ما تفكرني جاي كذبة لك من 5000 اشتري علبة انا. لا بس انا غريب انه مرشة وحدة تفضل للديدرون، غريبة يا خيي. مش غريب. طب خلص خلص بدل لي اياها، انا مستعجلة اصلا. رشة وحدة فوتي؟ تفضلي. يسلموا. انا مستغرب انه كيف رشة وحدة منه. لحظة ما فهمت عليك، إنه أنا عم كذب عليك وعم باخذ من عندك ديدرون رح فضيهم أناني يعني؟ مش مصدق؟ لا عادي بس إنه لا قلت لا صح؟ فرجيك كيف من رشة وحدة بتخلص؟ طب إيه فرجيني. شرفت؟ فضيت ولا لا؟ رشة وحدة. ما قلت لك من رشة وحدة بتخلص؟ رد لك يا. اعطيني مصرياتي ما هو بدي شيء منك. رجوك بدي مصرياتي.